بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحج أج القشير النيسابوري رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصر سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا شيبان قال: سمعت الحسن يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع ساما من كنانته فنكأها فلم يرقئ الدم حتى مات. قال: ربكم قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال: أي والله، لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المسجد. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا وأبو بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج برجل في من كان قبلكم خراج، فذكر نحوه. فهذا يدل السياق في هذه الحديث على أن القصة وقعت في المسلمين، وقد أخبر عنها النبي بالمشاهدة، وأنها وقعت في من تقدم من الأمم السابقة، وأن ذاك الرجل قتل نفسه فكان من أهل النار. وهذا يفيد أيضا أن القضية هذه مستوية في الدين الإسلامي وفيما سبق من الشرائع، لأن قتل النفس من الأمور المتفق على تحريمها، سواء قتل نفسه أو قتل غيره. فهذه القصة وقعت بصورتين مختلفتين: مرة وقعت في المشاهدة فيما يبدو لهم وفيما هو ظاهر، ومرة أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: كان لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب،
اذهب فأذن في الناس، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال في عباءة غلها، معروف الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، وهو من أكبر الكبائر أن يأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام أو الحاكم، وهذا من أكبر الكبائر. وقد جاء النص على أنها من أكبر الكبائر، فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فلان ليس بشهيد لأنه فعل هذه الكبيرة فهو ليس بشهيد. ويحتمل أن يكون نزع فضل الشهادة لكن لم ينزع الإيمان، لأن هذا يرجع فعل الكبائر إلى قضية الاستحلال وعدم الاستحلال، وأنه مصر على ذلك أو ليس بمصر، إذ مجرد عمل الكبيرة لا يخرج الإنسان عن الإيمان، وإنما يؤخره عن السبق، يؤخره عن دخول الجنة، يؤخره عن كذا، يستحق به دخول النار إن مات من غير توبة حتى يطهره الله سبحانه وتعالى. فهذا قوله ليس بشهيد نفي ثواب الشهادة وأجر الشهادة، لا يستلزم نفي الإيمان، إذ قد لا يحوز ذلك يعني ثواب الشهادة، لكنه لا يلزم منه أن يكون كافرا مرتدا، كونه غل وأخذ لا يوجب دخوله النار دخولا مؤبدا، ولا يلزم خروجه عن دائرة الإسلام، يحتمل ويحتمل، هذا يرجع إلى قصده ويرجع إلى حاله في فعله الذي فعله، إن كان فعل هذا الغلول أو أي كبيرة من الكبائر مستحلا لها رافضا وجاحدا لما ثبت في حقها من تحريم، أو ثبت في حق الواجب من وجوب، أو ثبت في حق التحريم من المحرم من تحريم، فهذا له حكم. وإن فعلها مستهترا بها مستهزئا مستهترا، مع أنه يعلم أنها حرام أو يعلم أن هذا واجب ولم يفعله، وأن هذا حرام ويفعله، فهذا له حكمه ولكل حكم. فما يرد من هذه الأحاديث لابد أن يحمل على هذا التأويل، لابد أن يؤول بهذا التأويل وأن يحمل هذا المحمل. ما جاء من الكلام بأنه في النار ومن أهلها، فإنه يقال إما أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على أنه لما حصل منه هذا الفعل ووقعت منه هذه الكبيرة كان من المصرين، من المستحلين لها، من الرافضين لوجوبها، من الجاحدين لثبوت تحريمها، أو الجاحدين لثبوت وجوبها. إن كان كذلك قد يكون اطلع النبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله، هذا احتمال، أو قد يكون قوله هو من أهل النار أو هو في النار أو ليس بشهيد، هذا يكون المقصود منه إن كان دخول النار فهذا من باب التطهير. وقد ثبت أنه يدخل النار كثير من المسلمين ممن آمنوا بالله، لكن كان إيمانهم ناقصا لوجود المعاصي والفواحش وعدم تركهم منها، فيدخلون النار دخول تطهير. ألا ترى ما جاء في أحاديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار يخرج من النار يخرج من النار يخرج من النار، جماعات جماعات جماعات، هؤلاء الذين خرجوا من النار ليسوا بكفار وإنما هم من المسلمين، لكنهم كانت لهم سوابق وكانت لهم فواحش ومعاصي ومخالفات وارتكبوا كبائر وخرجوا من الدنيا ولم يتوبوا عنها ولم يرجعوا إلى الله، فلذلك استحقوا عليها العذاب فدخلوا النار. فما جاء من الأحاديث على هذا الباب لا بد فيه من هذا التأويل، قوله إن هذا من أهل النار، قوله إني رأيته في النار، قوله إنه كان يتجلجل فيها، قوله إن البرد التي غلها لم رأيتها عليه في جهنم، كل هذا لا بد من تأويله بالتأويلين. التأويل الأول أنه يكون له اطلاع خاص، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله إطلاعا وأظهر ذلك له بالوحي، لأنه سبحانه وتعالى يطلع نبيه على ما يشاء، فهذه واحدة. أو يكون ذلك يعني أنه هو هذا في دخوله إلى النار أو رآه في النار أو أنه لا يدخل الجنة، يعني من باب التعذيب ومن باب التطهير، وهذا حاصل لجملة كبيرة من أهل لا إله إلا الله، كما جاء في الأحاديث الكثيرة يدخلون الجنة النار ويطهرون ثم يخرجون منها ويؤخرون عن الجنة، ثم يأتي فيهم العفو ويتشملهم الشفاعة أحيانا، فهم على درجات.
منهم من يدخل النار ابتداء ثم بعد ذلك تتداركه الشفاعة، شفاعة الشافعين، فيخرج من النار. ومنهم من يؤخر عن دخول الجنة فأيضا تدركه الشفاعة فيدخل الجنة. ومنهم من تتداركه الشفاعة عفو الله ولا يدخل النار ويتقدم إلى الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. وهذا فضل الله واسع، والله ذو الفضل العظيم، والله تعالى يفعل ما يشاء. وكما قال أصحاب المنظومات: فإن يعذب فبمحض العدل، وإن يسامح فبمحض الفضل، فإن عذب من عذب فبعدله، وإن سامح من سامح بفضله. هذا هو مجمل معتقد أهل السنة والجماعة. فلا يجب على الله تعالى شيء، لا يجب على الله تعالى أن يعذب أحدا، ولا يجب عليه أن يثيب أحدا، ولا يصح عقلا أن يتوجه الوجوب على الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجب الوجوب، وهو الذي أوجد الوجود. فما يمكن أن يقال يجب عليه كذا ويجب عليه كذا. سبحانه وتعالى يعذب لأنه أخبر أنه يعذب، ويعفو لأنه أخبر أنه يعفو، ويسامح لأنه أخبر أنه يسامح، ويدخل النار من يستحقها لأنه أخبر بذلك. فدخول النار من يستحقها لا لأن ذلك واجب عليه، بل لأنه أخبر بما أخبر به وهو خبره صادق. وعفوه سبحانه وتعالى عمن يستحق العذاب ثم والجزاء ثم يعفو عنه، خبره عن عفوه بذلك ليس بواجب عليه، ولكنه أخبر بذلك وهو صادق فيما أخبر. ووعده لأهل الجنة، لأهل الإيمان، لأهل لا إله إلا الله بدخول الجنة، هذا ليس بواجب عليه أن يثيب الطائعين وأن يدخل المؤمنين إلى الجنة، ليس ذلك بواجب، ولكنه لأنه وعدهم وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فهذه من وجوب دخول الجنة واستحقاق دخول النار، هذه أمور محققة لا لأنها واجبة على الله، بل لأن الله أخبر عنها وهو سبحانه وتعالى يخبر بالحق والصدق، ما يمكن أن يحصل كذب فيما أخبر به. ثم هذا الذي يدخل الجنة وهذا الذي وعده بالخير والثواب وعد، وهذا الوعد لا بد أن يصدق لأنه لا يخلف الميعاد. وذاك الذي توعده بالنار إذا كان يستحقها وأنه يطبق عليه، قد لا يطبق، وعدم تطبيق ذلك الوعيد لا يسمى خلفا، وإنما يسمى مسامحة، لأنه هو أخبر بنفسه أن من توعده وأن من قال أنه سيدخل النار إذا فعل كذا ويستحق النار إذا فعل كذا، أخبر هو في مواطن كثيرة من كتابه وعلى لسان أنبيائه ورسله أنه سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير. فهذا الذي يعفو عنه لا يعتبر خلفا ولا كذبا لأنه أخبر عنه، وذاك الذي وعده لا يخلف ذلك لأنه لا يخلف الميعاد. وهذا الذي توعده قد يتحقق ذلك الذي توعده به لأنه يستحقه، وقد لا يتحقق لأن الله أخبر أنه قد يعفو. فكلها جاءت بإخبار من مولانا جل جلاله وعظم شانه، فتدبر. وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب بن زيد الدؤلي عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه، قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا. الورق ما هو؟ الفضة. ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصب المقاسم. قال: ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار
أو شراكان في النار. يا سلام، لا إله إلا الله. حبل، حبل سير الشراك هو السير الذي يربط به النعل من رأس الإبهام إلى ما خلف العقب. الشراك، شراك النعل، ما هو شراك النعل؟ هو الحبل السير الذي يمتد من رأس الأصبع، يمتد 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 ثم يلف حول عقب الرجل إلى الإبهام مرة أخرى. السير، سير النعل، هذا من النار إذا أخذه قبل أن تقسم. لا إله إلا الله. شوف الأمانة كيف يا أخي، والخيانة، خيانة إذا شراك سير نعل أخذه قبل القسمة قال له شراك من نار. وهذا الحديث يدل على أن الغلول من الكبائر كما تقدم، ويدل على أن الإنسان ما ينبغي له أن يبادر إلى الكلام في الحكم بالشهادة على الناس بأن هذا ناجي أو إن هذا معذب أو أن هذا في النار أو أن هذا في الجنة، ما ينبغي الإنسان، وإنما يقول بفضل الله، عسى الله لعله يكون من أهل الجنة، لعله يكون من أهل الخير، لعله يكون من الناجين، لعله يكون من الفائزين، وما ينبغي له أن يقطع. فهؤلاء قطعوا وقالوا هنيئا له الشهادة، فهذا القطع ما ينبغي، فلا يصح للمسلم أن يجزم بنجاة أحد أو بعذاب أحد، وإنما يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، ويرجو من الله تعالى المثوبة، ويرجو من الله سبحانه وتعالى دفع العقاب وإجزال الثواب، وهذا كله بالرجاء، ولا يصح أن يقطع بذلك. هذا الواجب على الإنسان، على المسلم. وفي هذا الحديث أن هذا العبد لعل بين أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالظاهر حيث سرق غلة تلك الشملة في الخفية ولا أحد يدري عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بظاهر فعله وهو أنه أخذها بالخفية وسكت عنه، لأن النبي ما أمر بالتفتيش عن القلوب ولا بإظهار العيوب، فهذا أخذ تلك الشملة وسكت من غير علم أحد، فأمرنا بالستر وغض النظر. طيب فلماذا تكلم بعد ذلك النبي؟ ليه قال لا الشملة تلتهب علينا؟ لما تكلم الناس، لما أنزلوه منزلا غير منزله وحكموا عليه بحكم لا يستحقه وقالوا هنيئا له الشهادة، قال لهم لا أوقف، وقف. إذا كنت سكت ولا تكلمت فنسكت، لكن الآن تحكمون عليه بأنه هنيئا له وأنه شهيد. فلما جاء الأمر إلى الحكم وإلى القطع وإلى ما لا يستحق، أبرز لهم حقيقته. في الأول يقول غلت تلك الشملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدري أو عنده خبر، لكن سكت ليه؟ نقول سكت لأنه عامله بظاهر الشريعة، الظاهر أنه النبي ما يدري ولا أحد ما يدري فسكت عنه، لكن لما حكموا عليه بما لا يستحق أظهر ذلك. هذا احتمال. وفي احتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري حقيقة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما يهتم بأن يعلم مثل هذه الجزئيات، النبي أعلى من أن يتبع أمثال هذه الجزئيات، يعني إيش يفيده أنه يعلم هذا غل ولا ما غل، سرق قرش ولا سرق قرشين، أخذ شراك ولا شراكين، ما يهمه هذا. واحد ضاعت ناقته، واحد خصم مع حرمته في البيت، واحد ضرب ولده في بيته، واحد ضرب عبده، النبي الله بيطلعه على أسرار البيوت هذه التي تقع بين الناس؟ وهل هذا من الكرامات أو من هذا من معالي الأمور كما يظن العوام؟ فإن بعض العوام يظن أن الشيخ له كرامات وأن كرامات وأنه يعرف إيش جرى بينك وبين أهلك، وإيش صار بينك وبين بنتك وبين أختك، وإيش صار في تجارتك الخاصة والعامة، وبتدخل هنا وتخرج من هنا، ما هو؟ لأنه أولا هذا ما هو من شأنه، وثانيا إن هذا ليس له علاقة بتربية التربية ولا بالمعرفة، لأن مثل هذه الأمور الخاصة التي تقع بين الناس ما يحس، ما ينبغي لأحد أن يعني يتعلق بها. ولذلك ترى بعض الناس، بعض ما أقول كل، ولكن بعض الناس هداهم الله يعتقد في مشايخه مثل هذا الاعتقاد الجزئي، العلم بالجزئيات، فما يفعل هذا ويفعل هذا لأن الشيخ يرى، لأن الشيخ خاصه، لأن أستاذه أو شيخه المربي معه في بيته يعرف أحواله. سبحان الله، هو الشيخ رقيب وعتيد معك ليلا ونهارا؟ ما تخاف من الله؟ بدل ما تخاف من الشيخ خاف من الله سبحانه وتعالى المطلع. وأما كون إنك ما تفعل هذا أو أنك كذا، أو على الشيخ يفاتحني اليوم، الشيخ يفاتحك تدر الشيخ عنك، الشيخ بيأكل ملوخية في بيته ولا بامية مع حرمته ولا يدري عنك أنت فين رحت وفين جيت، إن كان الله ما كشف له الحجاب ولا أنت أطلعت وما أطلعته عليه إيش يدري عنك؟ الشيخ في حاله وإنت في حالك، الشيخ شيخ تربية، شيخ
تربية المعرفة، تربية القلوب اللي يوصلك إلى الله، مو اللي يفضح أسرارك. اللي يفضح أسرار الناس ما هو شيخ، هذا فضاح، هذا الشيخ اللي يفضح أسرارك ويبين أحوالك ويفاجئك بما يقع في بيتك، هذا ما يعتبر شيخ، هذا هتيكة، هذا اسمه هليكة، هتيكة من بيت هليكة أو من بيت هتيكة، ما هي مشيخة هذه. لا، والنبي ما كان يخلط الناس مثل هذا. نعم قد يقع بعض شيء لغرض، لحكمة، بعض أشياء الله يطلع نبيه عليها تقع بين الصحابة أو يقع بين الرجل وأهله، كما قال له ما فعلتم البارحة، ما فعل أسيرك البارحة، وقال للرجل ماذا قالت لك فلانة، وغير ذلك يقع، لكنها أنا مسائل، ما هو كل واحد من الصحابة يخبره ويقول له أمس قالت لك حرمتك وإنت قلت لها، وأمس سويت معها كده، وأمس قلت لك، عجيب ويشكره. والنبي هو فاضي عشان يقعد يطلع على أحوال البيوت وعلى أمور الزوجات وعلى ما يجي بينهم، ما هو شمله هذا. النبي أعلى من هذا وأكبر وأكمل وأجل وأعظم من أن يكون الله يشغله بما يقع في بيوت الناس وفي أحوالهم. لكن ليس معناه النفي، لا يقع، وكذلك يقع للأولياء وللعارفين بالله وللصالحين، قد يقع لهم لحكمة ولأمر خاص وفي موقع خاص وفي مسألة معينة بحسبها وبذاتها، كل شيء بوقته بحالة، لإظهار كرامة، لتحقيق شيء، لإزالة شبهة، لإزالة شك، لدفع شر، لكنها خاصة في وقتها، ما هو دائما، لأن هذه مشغلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون ما يدري أن هذا العبد غلى، لكن لما قالوا هنيئا له الشهادة نزل عليه الوحي، فأخبره الله وقال له هذول الصحابة شهدوا لهذا العبد بأنه شهيد، وأنزلوا منزلة غير منزلته، ورفعوا برتبة غير رتبته. فالنبي بيّن لهم الحقيقة عن الله فيما أخبره، قال لهم لا، هذا أخذ شملة بالغلول، يعني بالخيانة، أخذها قبل القسمة، فهي تلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم. وهذا مجاز، هذا من ينكر هذا إلا جاهل؟ فين الشملة تلتهب عليه نارا؟ فين؟ هو كانت تلتهب عليه نارا، أو لما قتل أمامهم وضرب وزهقت روحه الشملة تحترق عليه؟ هذا بعدين، يعني أنه مآله يوم القيامة أن يأتي والشملة تلتهب عليه نارا، ما هو في تلك الساعة. طيب قول هذا مات ويمكن صحيح تلتهب عليه في تلك الساعة، شوف الثاني. فقال يا رسول الله جاء الرجل بشراك وشراكين، فكل ما جاء واحد بشراك يقوم أنه يقول شراك من نار، شراكان من نار، يعني إيه؟ يعني معنى إن بقيت عندك، إن بقي هذا السير الصغير ده، الحبل حق النعال، لو بقي عندك سيكون عندك سير من جهنم، سير من نار يلتهب عليك البعيد، أو اثنين شراكان من نار. يعني إن بقي عندك فمآلهما أن يلتهبا نارا على من أخذهما، إن كان لباسا يلبسه، أو كان نعالا ينتعله، أو كان ثوبا رداء يرتديه، كل بحسبه. فقوله شراك من نار يعني مآله، وإلا في تلك الساعة ما هو من نار، شراك ملبوس، شراك من حبل، شراك من جلد، شراك من ليف، ما هو من النار، يعني مآله. فمن ينكر المجاز؟ ينكر، لأن ما صح أن يكون في الحديث لابد أن يصح في القرآن. ثم بعد هذا الحديث الذي ذكرناه لكم في الدرس الماضي، لما قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، وهذا بحث ليس الآن محل إثارته يعني الكلام فيه. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. شوف، بعد ما بيّن الأحاديث الأولى رجع إلى بيان الأحاديث التي تبين على أن قاتل نفسه لا يكفر، يعني ابتداء كما سيأتيك في الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق، أقرأ يا محمد العيدروس، عبد الله بن عبد الله. قال حدثنا وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواب
عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل عن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وآله هذه وسلم. قال ليست من كلام الرسول، تبها يا أيها الطلاب. قال: هل لك في حصن حصين ومنعة؟ حصن كان لدوس في الجاهلية. قال ذي من من كلام الرسول، هذا تأكيد لقول الذي عرض على النبي. قال: هل لك في حصن حصين ومنعة؟ ما هو الحصن؟ دوس، حصن كان لدوس. مو قال النبي قال نعم، أو النبي اللي أخبره نعم. قال: هل لك في حصن حصين ومنعة؟ حصن كان لدوس. فقال هنا لتأكيد القول الأول وليست من كلام الرسول. نعم، كلام الرسول سيأتيك. فأبى ذلك، هذا الجواب، هذا موقف. أبى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاشتووا المدينة، فجزع فأخذ مشقاص، فأخذ مشقاص له فقط. يعني كرهوا المقامة بالمدينة، جوا المدينة وكرهوا المقامة فيها، أصابهم فيها ملل، أصابهم في المدينة ضجر وزأم. نعم، فقطع بها براجمه، فأخذ مشاقصا، فأخذ مشقاص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه. الحاصل جاب سهم طويل له نص العريض، قطع أصابعه براجمه. نعم، فشخبت يداه حتى مات. يعني البراجم هي هذه رؤوس المفاصل الأصابع، واحدتها برجمة. نعم، أصابه مرض صار يتألم منه والعياذ بالله، قام جاب سكينة، جاب سهم له نصب، وقطع براجمه، قطعها من شدة الألم، قطع الجرح، قطع أصابعه، قطع أصابع نفسه من شدة ألمه. صار هذا يعني كأنه إيه؟ كأنه ما عنده صبر، يائس. والإسلام ما يحب اليأس ولا يحب الضجر، يحب الصبر. لأن لماذا الذي يقتل نفسه؟ بعضهم قال بأنه كافر، ما هو نفسه قتلها، إيش يهمه؟ إيش يهمنا؟ لا، حالة وصلت به إلى أنه يقتل نفسه دليل على وقوع اليأس والضجر والاعتراض على وجوده في الكون. لأنه ده اللي قتل نفسه، إيش يعتقد؟ يعتقد أن وجوده في الكون غلط، وأن الحل هو فيه غلط، وأن الشيء اللي رتبه له ربنا غلط. يعني هو كله غلط في غلط، وخطأ في خطأ، معناه خلقه غلط، وجلوسه غلط، وحياته غلط، والشيء اللي ربنا ابتلى به ليس صوابا. صار هذا كله اعتراض، كله اعتراض. المنتحر ذا اللي يقتل نفسه موقفه موقف الاعتراض على الله، لأنه ربنا خلقه وقدر وقضى وابتلى وهيأ كل هذا الحال له، فكله هو اعتراض على الحال هذا. وهذا الاعتراض ما هو سهل، لأن الاعتراض هذا شك في الله وفي حكمه وقضائه وقدره. فقطع براجمه فشخبت يداه، يعني شخبت، أخذ الدم ينزل. نعم، سال الدم منها، شخبت، سالت بقوة حتى مات. سال الدم يخرج، الدم يخرج عليه، مات الرجال ده إلا قطع براجمه. نعم، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه هيئته حسنا، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسد. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي العام. اليد يغفر لها؟ أليس هذا صريح المجاز؟ اليد يغفر لها؟ إيش يعني يغفر له؟ لكن عبر عن اليد لأنها هي محل السبب، السبب الذي من أجله وقع في هذه المصيبة هو يده. فإذلك قال: يا ربنا اغفر اليد، واليديه يا ربي فاغفر. ولا اليد ما يغفر، الذي يغفر له هو الذنب، الفعل الذي فعله هو الذي
يقع عليه تقع عليه المغفرة، أما المغفرة ما تقع على اليد. وبعضهم له تأويلات كثيرة، إنما هذا أشهر التأويلات. والحديث يدل يرد على فرقتين عظيمتين مشتهرتين في المسلمين، كلهم أخطأوا، هذان الفرقتان. الأولى، الفرقة الأولى الذين قالوا بأن أرباب المعاصي كفار، أن من قتل نفسه، وقد سبق أشرت إلي هذا في الحديث الماضي، أن ما جاء من الأحاديث في أن فلان في النار عليه شملة تلتهب، شراق من نار، البردة التي أخذها من نار، رأيته يتجلجل في النار، قلت لابد فيها من تأويلين، إما أن هذا في النار يعني دخول تطهير لأنه من أرباب المعاصي، أو أن هذا الذي في النار أخبر عنه يكون هو حال خاص به بأنه فعل ذلك مستحلا، وإذا فعل ذلك مستحلا فالمعروف أن كل من يفعل شيء من الأمور المقطوع بها سواء كان محرم أو كان واجب فيفعل ضده بخلافه يكون جح شيئا مقطوعا به، هذا كافر، هذا سبق الكلام. الآن جاء الحديث الذي يؤيد هذا الكلام، صار الحديث في الرد على الفرقة الأولى التي تقول أن أرباب المعاصي كفار. اعلم أن هذه المسألة وهي أن أرباب المعاصي كفار خارج عنها من تاب، ومن تاب تاب الله عليه، هذا ما يدخل في ميزان، هذا ما يدخل هنا في الحساب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، ما هو داخل في الحساب. ولا يدخل فيها المستحل إلا يعتقد إن الزنا مثلا حلال، أن الخمر المتفق على أنها خمر، المتفق على أنها مسكرة من غير شبهة ولا وجه شبهة ولا علة ولا تأويل مقبول، اعتقد أنه حلال وغير ذلك من الأمور المقطوع بها، أو أن هذا الواجب وهو الصلاة، يعتقد أن الصلاة ما هي واجبة بالصورة بالكيفية بالنص. فإذن أجاء هنا في قوله هنا لما قال الحديث هذا يرد على الفرقة التي أن أرباب المعاصي كفار وأنهم في النار، يعني دخولهم في النار دخول الكافرين، هذا الحديث ويرد على فرقة أخرى ضدها عكسها وهم المرجئة. المرجئة هذول يقول ربنا ما يعذب أحد أبدا، ما في أحد تعذب ممن يحمل لا إله إلا الله محمد الرسول، هم يعني مثل هذا ما يقال حتى للعوام، لأنه هو العامي من غير ما تقول له هذا الخبر يكون مستهتر، مو العوام كلهم حاشا، إني أنا أعرف أن كثير من العوام فيهم من الصلاح وفيهم من خوف الله أكثر من طلبة العلم، يوجد كثير من عامة المؤمنين في قلوبهم من الخشية ومن الخوف من الله أكثر ممن ينتسب للعلم، هذا أمر مشاهد يا إخوان، كثير من عامة الناس من العامة من المؤمنين الصادقين عندهم خوف الله والرهبة من الله واحترام الحقوق والخوف من محرم الله أكثر من كثير من أهل ممن هو منسوب للعلم عند عامة الناس، هذا أمر مشاهد. فالمقصود أن هذا الخبر أو هذا المقام أو هذا القول يفتح الباب لكثير من المستهترين الذين يقولون المعاصي ما تضر وأن الله سبحانه وتعالى ما يعاقب عليها ولا يعذبه أحدا، هذا رأيهم، ويستدلون بأحاديث كثيرة، يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق، قال 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 وإن زنا وإن سرق، أرغم أن في أبي ذر، فهذا أخذوه حجة، ما دروا أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، ما يمكن نأخذ الأحاديث من جانب ونترك جانب، نأخذ أحاديث لها دلالة ونترك الأحاديث التي تكملها. فما جاء من أن هذا في الجنة وأنه يدخلها وإن زنا وإن سرق، لابد أن ننظر إلى ما يقابله، ما يقابله مما يدل على أن أرباب المعاصي في النار لا يدخل الجنة قتات
لا يدخل الجنة قاطع رحم، لعن الله العاق لوالديه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن من لا يكرم جاره، لا يؤمن من لا يكرم ضيفه، من لعن الله من غير من، إلى آخر الأخبار الواردة في دخول النار وفي عدم دخول الجنة. هذه كلها تكمل الأحاديث التي تقول بدخول الجنة، فتخرج نتيجة متكاملة وهي الصورة الإسلامية الصحيحة. ما هي؟ أن هذا المؤمن ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من أهل الجنة، وهذه تفيدها أحاديث الجنة. وأن هذا المؤمن الذي يقر بالشهادة وهو من الموحدين لا بأس أن يدخل للتطهير للتكفير، وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ذلك الباب، يعني في ذلك الموضوع، أن هذا يدخل النار دخولا تطهيريا، من أنه يدخل النار لأجل استحقاق العذاب، وأن ذاك يدخل الجنة يعني مآله، ما يدخل الجنة يعني مع الأولين، ما يدخل الجنة يعني يتأخر، ما يدخل الجنة يعني مع السابقين، وأنه هو هذا نفسه يدخل النار أي للتطهير، يدخل النار لاستحقاق العذاب، ثم تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه، ويقول ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله موقنا، بشرط موقن مصدقا. فإذا كان كذلك لابد من تقرير هذه القاعدة. فهذا الحديث الذي بين أيديكم الآن يرد على مذهبين من المذاهب المتعارضة المتقابلة التي نص العلماء على أنها مخالفة لمذهب أهل الحق، المذهب أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى أو المذهب الأول أو الفرقة الأولى هي التي تقول بأن أرباب المعاصي، وهذا معنى الذين ماتوا عليها من غير توبة ولكن من غير استحلال، كمان من غير توبة ما تاب، إن كان تاب انتهى، تاب الله عليه، ومن غير استحلال إن كان مستحيل انتهى، كافر لقتا وهو على هذه الجريمة. فهذا للعلماء في أقوال. أحد هذه الأقوال أنه خالد مخلد في النار، وهذا قول الخوارج، وهؤلاء الخوارج هم الذين اعترضوا على سيدنا ومولانا وإمامنا علي رضي الله تعالى عنه، وخرجوا عن حكمه وحاربوه وادعوا أنه في القرآن، لأنه حصل ما حصل، القصة طويلة، حصل هؤلاء الخوارج سموا بخوارج لخروجهم على علي في أصح الأقوال وإلا أسباب أخرى. والقول الثاني وهو قول المعتزلة ألطف من هؤلاء، أن هذا مرتكب الكبيرة لا هو كافر ولا هو مسلم، لا هو في الجنة ولا هو في النار، لا هو في الخير، لا هو في الجنة ولا هو في النار، فين يعني بين في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار، قالوا هذا بين الجنة والنار، سبحان الله، من فين جابوا هذا التقسيم؟ وفين هي إيه أراضي ولا هي إيش؟ يقول لك هذا لا يدخل الجنة ولا يدخل النار، هذا في منزلة بين المنزلتين. ويقول بعضهم أنه على مكان يسمى الأعراف، ويدل عليه قول الله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، مع أن الصواب أن الأعراف هذه عليها الأطفال المسلمين، الأطفال الذين ماتوا ولم يثبت أنهم أسلموا أو أنهم أقروا بالشرك، ما بلغوا الحنث، فهؤلاء ماتوا في الصغر، وقال بعضهم أطفال المشركين، وفي أقوال كثيرة في الموضوع، الحاصل ترجع إلى كتب التفسير. القول الثالث في من مات على هذا يعني وهو على المعصية والمخالفة من غير أن يتوب، قول مذهب أهل السنة والجماعة أنه من المسلمين وأنه من المؤمنين من المسلمين، وأنه يحق دخول النار للتطهير، وأمره مفوض إلى ربه، فإن شاء الله عفى عنه فدخل الجنة، وإن شاء عاقبه ثم مآله إلى الجنة، لأنه لا يبقى في الجنة من في قلبه أدنى مثقال ذرة من لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمآله أن يكون في الجنة، لا يبقى في النار، استغفر، لأنه لا يبقى في النار من في قلبه أدنى إلى آخر ما قال. فتنبه
يا أخي لهذه المسألة. إذن هذا الحديث يرد على الفرقتين المشهورتين، من قال بأن مرتكب الكبيرة كافر أو أن مرتكب الكبيرة ما يستحق العفو، في منزلة بين المنزلتين. ويرد على من قال أن المعاصي لا تضر وأن الله لا يعذب أهل الإيمان، فأنت ترى أن الله عذب هذا، ولذلك روي بعد وفاته بهذا الحال، قال وهو قال وليديه اغفر. وقد ثبت أن بعض الصالحين رأى رجلا وقد كان محسنا ومتفضلا وكان له بعض أشياء يخلط فيها، فمات في حريق محترقا. قصة واقعية هذه يعني، ولا نذكر الاسم، قصة واقعية. مات في حريقة، احترق صارت حريقة ومات فيها، والرجل كان من المسرفين ومن المتصدقين، يعني يتصدق ويحسن ويكرم، ولكن في قليل إسراف على نفسه. فرؤية بعد وفاته، فرآه وهو يعني متغير وجهه وجسمه كذا، إلا يده هذه يبعث منها نور. سألوا قالوا إيش هذا الذي أنت عليك؟ قالوا هذا من آثار النار التي أصابته، العياذ بالله. طيب ويدك هذه ليه يدك هكذا ينبعث منها نور وتضيء؟ قالوا يدي هذه ما أثرت فيها النار، لأنها كانت هي المنفقة وهي المتصدقة وهي التي كنت أنا أفعل بها المعروف للناس، فلذلك ما أصابها النار. يعني هذه من جملة المرائي التي يراها بعض الناس من الصالحين، وقصة واقعية. وهكذا قال فقال ما لي أراك مغطيا يديك، بعد ما مات شافه في النوم في الحديث، شاف صاحبه قال له إيش بك تغطي يدك؟ قال له هذه يدي أغطيها لأجل إن هو لما انقطعها يعني. قال له قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، أنت مقطعت يدك خلاص، إحنا أقعد في الجنة كده مقطع، أقعد في الجنة بلا 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 براجم مدام أنت قطعتها، إلا أفسدت أنت إحنا ما نصلح لك هو، إن أنت أفسدت أنت قطعت أبقى على ما أنت عليه. فصار جالس في الجنة مستحي يغطي يده هكذا، يغطي براجمه. قام من أصبح الصباح قص القصة على النبي، قال يا رسول الله رأيت فلان أمس كذا 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 لكنه مغطي أيدي، سألت ليه مغطي يدك؟ قال إنه قيل لي أنت أفسدت يدك إحنا ما نصلح لك، هي ما نصلح وما أفسدت. قال لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها على الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. هذه الريح هي تكون في آخر من آخر الأشراط الخاصة بالمؤمنين، وبعدها ما تكون إلا الأشراط التي تقوم على الأشرار، وقد جاء في نهاية الساعة نهاية الكون وقرب قيام الساعة أحاديث كثيرة منها هذا، وأنه لا تقوم الساعة حتى تنبعث هذه الريح، ومنها حديث أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ومنها حديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ومنها حديث لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع. فكل هذه الأحاديث تدل على معنى واحد، وهو فشو الشر وانتهاء الخير، وأن ذلك هو الذي تقوم بعده الساعة. كل هذه الأحاديث تدل على قرب قيام الساعة، ولا يعارضها الحديث المشهور الصحيح إن الله لم وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
فهذا الحديث يفيد على أن أهل الحق، أهل النور، أهل السنة، أهل الجماعة، أهل التوحيد، أهل الإيمان، وهم الطائفة الناجية، وهم الفرقة الطيبة الصالحة المؤمنة الصادقة، أنهم باقون إلى قيام الساعة. هذا ظاهر الحديث، ولا يعارضه الحديث الذي يقول إن الساعة تقوم على شرار الخلق، أو إن الساعة تقوم على اللئيم أو على الكافر، أو أن الساعة تقوم لا تقوم حتى تأتي ريح طيبة تأخذ المؤمنين من آباطهم، لأن هذا له معنى وهذا له معنى. فالأحاديث التي تقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله، ما هو أمر الله؟ أمر الله هو مقدمات قرب قيام الساعة تماما. فهؤلاء يبقون إلى أن تأتي هذه الريح، إلى أن لا يبقى في الأرض من يقول الله، إلى أن يكون ما في الأرض إلا شرار الخلق، فتقوم الساعة على رؤوسهم. وبهذا تلتئم الأحاديث فلا تعارض. فحديث لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله، وأنها تأتي ريح طيبة، وأن هذه الريح ريح باردة، وأنها تهب من قبل اليمن، هذه كلها تلتئم وتتناسب وتتصل بحديث لا تزال طائفة، الطائفة الناجية. ومعنى هذا بالترتيب والتنسيق أن الطائفة المؤمنة الناجية الصادقة الصالحة القائمة على الحق باقية إلى أن يأتي أمر الله، وأمر الله هو ما أشارت إليه الأحاديث التي فيها ذكر الريح وذكر قيام الساعة وأنها تقوم على شرار الخلق، فلا تعارض. وهذا الحديث يدل على أن اليمن جهة مباركة، وأنها جهة طيبة، وأنها جهة مؤمنة صالحة، لأنها تهب منها الريح الطيبة الريح الصالحة التي تأخذ المؤمنين. وقد جاء أيضا أن الشام كذلك، فقد جاء في صحيح مسلم عندكم أيضا أن ريحا تهب من قبل الشام، فاختلف العلماء، فقال بعضهم هي ريحان، ريح تهب من اليمن وريح تهب من الشام، وقال بعضهم هي ريح تهب من اليمن ثم تنتشر فتأتي من الشام ثم تلتئم فتأخذ المؤمنين من جميع أطراف الدنيا، فتأتي من اليمن وتأتي من الشام تنتشر وتلتئم فتأخذ المؤمنين. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب اليمن ويوصي بأهل اليمن ويقول أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولهذا كان إذا التفت إلى جهة اليمن يقول إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هكذا كان يقول سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف شيخنا وصاحب والدنا الشيخ السيد الغرباني إسماعيل أو السيد مهدي الغرباني العلامة الكبير كتابا عظيما ذكر فيه عقائد أهل السنة والجماعة، وسماه نفس الرحمن فيما لأولياء الله من علو الشان، نفس الرحمن فيما لأولياء الله من علو الشان. واجتمعت به واستجست منه وأجازني إجازة طويلة عظيمة، وكتب لي ثبت خاص بأسانيده في جزء ثبت منه إلي. وسألنا قلنا له يا شيخ لماذا سميت كتابك نفس الرحمن؟ قال سميته كذلك، بل إنه مكتوب على جلدة الخطاب، على جلدة الكتاب مكتوب هذا الحديث، قال إني سميت نفس الرحمن إشارة إلى حديث النبي إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، فأنا أخذت من هذا النفس شيء وكان هو هذا الكتاب، فهذا الكتاب من جملة النفس الذي كان يستنشقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفس الإيمان ونفس أهل السنة والجماعة رضي الله عن الجميع. ورزقنا وإياكم الإيمان يا رب التام. وهذا الحديث في قوله فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال ذرة يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهب أهل السنة والجماعة هو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بكثرة الطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، فالإيمان يزيد وينقص كلما عمل الإنسان عملا صالحا وتقرب إلى الله بالخيرات والبركات زاد إيمانه، وينقص بالفواحش وبالمعاصي، وهي
تورث القلب ظلمة كما جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين. وذكر منها القلب الذي يستمرئ ويفرح بالمعاصي وهو كالكوز يعني كالكأس مجخية يعني مقلوبة، والكأس المقلوب لا يثبت فيه الماء، والمعنى أن القلب الذي أشرب الفتن والمعاصي يكون كالكأس أو كالمغراف أو كالإناء المقلوب كالكوز مجخية يعني مقلوبة لا يقبل خيرا. وقد جاء في الحديث لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا. وهكذا القلب الفاسد المظلم والعياذ بالله المطبوع عليه فإنه لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا، وتكون فيه مادة شيطان وهي مادة الغواية التي يمد أصحابه بها، وهو دليل على أن الشيطان كما يمد أصحابه بالغواية فإن المؤمنين يمدون أحبابهم بالإيمان والملائكة، فهناك مدد شيطاني ومدد رحماني. فلهذا نقول يا مدد، لأن أهل الله يمدون أحبابهم بمدد الله، والشيطان يمد أصحابه من الشياطين بمدد الشياطين وهو الغواية، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم، صار في مدد شيطاني أيضا، يمدونهم في الغي يعني معناه أن الغي ينبع لهم في قلوبهم كما تنبع العين في الأرض، وهكذا فتفيض عليهم قيحا وصديدا وتفيض عليهم من الدماميل والخراجات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله الحماية والعافية وأن يحفظنا وإياكم من الفتن. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإيمان، يزيد بمحبة الله، يزيد بمحبة الرسول، يزيد بمحبة الصالحين، وينقص، ينقص بالظلمات، ينقص ببغض أهل الله، ينقص بمحاربة أولياء الله، ينقصر مظلما والعياذ بالله. كما جاء في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأكبر الظلمات التي تبعد القلوب عن الله سبحانه وتعالى هو معاداة الصالحين وبغض أولياء الله العارفين من الظلمات وأقبح المعاصي والسيئات التي تبعد العبد عن الرب. وتدبر يا أخي وتنبه لهذه المسألة فإنها مهمة. فهذا قوله هنا مثقال ذرة معنى أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ويقول غيرهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل الإيمان واحد، لأنه لو زاد أو نقص لكان ترددا، والتردد معناه الشك، والشك ليس بجزم، والإيمان هو التصديق، والتصديق معناه الجزم، فكيف يتفق الجزم مع الشك؟ الإيمان هو التصديق، التصديق هو الجزم، كيف يزيد وينقص معناه صار في شك؟ وهذا الكلام مردود، وقد تكفل بالرد عليه العلماء وفي بحوث طويلة لا يمكننا الآن أن يعني نذكرها أو نشير إليها، ولا نشير إليها لأنها بحث تام تكلمنا عنه أظن في مقدمة صحيح مسلم. والخلاصة أن الشك والزيادة ليست بداخلة في هذا الموضوع، لأن الزيادة والنقصان إنما هو لثمرات الإيمان. وبعضهم قال أن المسألة ما تقتضي خلاف، لأن الذي يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص يقولون أن الأصل في الإيمان وهو التصديق هو واحد لا يزيد ولا ينقص، لكن الذي ينقص هو أنواره وثمراته. ولا أظن الذي يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ما أظن أنهم يقولون أن العمل الصالح يزيد في قرب العبد من الله، ما ينكرون هذا. الذي يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ما ينكرون هذا صاحب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس البناني أيوة. عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن ابن أبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أستكى؟ قال سعد إنه لا جاري وما علمت أنه بشكوى،
قال فأتاه سعد فذكره له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له يا ولدي فذكر له فذكر له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. وحدثنا انتبه هو خاف من آخر الآية لأن فيها بيان حبوط العمل وأن ذلك يكون من أهل النار برفع الصوت فحزن حزنا شديدا قال أهل المناقب وكان ثابت هذا جهوري الصوت يعني ما يعرف يتكلم بشويش زي ما يقولوا ما يعرف يتكلم بشويش هذا عادة عند الناس إذا كان واحد إذنه ثقيلة ما يقدر يلخي صوته كمان لأنه حاسس إنه الناس كلهم زيه صنج لذلك بيجي يكلمك يصرخ كيف حالك طيب لأنه ما يسمع إلا هكذا هو لا يسمع إلا هكذا ولذلك بيكلمك يصرخ يصرخ في أذنك فهذا لأجل علة لكن هذا كان جهوري الصوت بطبيعته فكان إذا تكلم يرفع صوته هذه عادة فخاف وجلس في بيته يشتكي حتى طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة منها حذر الصحابة من الوقوع في المهالك وهم أقرب الناس إلى النبي وأحرص الناس على الخير ومنها النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتفقد أصحابه فلان غاب فلان ما جاء فلان ما حضر هذا من شأن الكرام من شأن الكبار أن يتفقدوا أحوال الصغار ومن شأن الآباء أن يسألوا عن الأبناء ومن شأن الأستاذ أن يسأل عن التلميذ ومن شأن الشيخ أن يسأل عن المريد هكذا لابد من التفقد فالنبي تفقد وأحفظ هنا بيت أو بيتين عن والدي السيد علوي رحمه الله تعالى ورضي عنه في تفقد الإخوان والأتباع وأن الإنسان لابد أن يتفقد أحبابه فقال تفقد السادات إخوانهم تفقد السادات إخوانهم منقبة تقتضي السؤدد منقبة تقتضي السؤدد تفقد السادات إخوانهم منقبة تقتضي السؤدد هذا سليمان على ملكه قد قال مالي لا أرى الهدهد كل يوم يحضر الدرس الهدهد يحضر الدرس ويقعد مع الجالسين ذاك اليوم قال يهو مالي لا أرى الهدهد فين السار فيه مات ولا أحد قتله ولا صادوا أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال لي مالي لا أرى الهدهد ليش ما أشوفه أم كان من الغائبين فين راح طيب لمن تفقدوا قالوا جئت إليك بنبأ عظيم جبل ملك اليمن وجبل سبأ وجبل قيس وجبل عرشها وجبل الدنيا بحذافيرها اليمنية بسبب التفقد هذه كلها فائدتها تفقد هذا الطير قال تفقد السادات خدامهم منقبة تقتضي السؤدد هذا سليمان على ملكه قد قال مالي لا أرى الهدهد هذا سليمان على ملكه قد قال مالي لا أرى الهدهد قد قال وهكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفقد قال مالي لا أرى فلان ما شأنه ثابت أشتكى قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى أتاه سعد فذكر له قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا خايف قال له ما أنا أرفعكم صوتا على الرسول أخاف لا يحبط عملي أخاف لا أكون من أهل النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة كما فيها بشارة فيها بشارة له بأنه من أهل الجنة وهذا يعني هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أطلعه الله على ما أطلعه عليه وعلمه ما علمه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فبشره بذلك فهي منقبة له ومنقب ومعجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة المهمة وفيها ما أخبر به من أن الإنسان قال باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله وهكذا كان سيدنا عمر
لما نزلت هذه الآية هو وأبو بكر كانوا يتكلمون مع النبي كما يتكلم الناس. بعد ذلك وسيدنا عمر صوته مرتفعا مرتفع، لكن لما كان عمر يتكلم كان يخاطبه كأخي السرار، ايه معنى؟ يعني زي الذي يوشوش في اذنه بشويش، يكلمه بشويش، حتى كان النبي يراجعه. نعم، ماذا تقول؟ يعني يضطر ان يراجعه وان يسأله وان يرفع صوته خوفا ايضا من الوقوع في حبوط العمل. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا اخوان بأدبهم هذا وبمرافقتهم في مرافقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي معاملتهم له. تمم الباب بعده. وبإليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وبإليه قال حدثنا قال من أحسن من أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. اتفق العلماء من شراح الأحاديث على أن أساء هنا المراد بها من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فالمراد بذلك هو المنافق. فقوله من أساء في الإسلام يعني من انقاد بظاهره وأظهر الشهادة ولكنه أبطن الكفر، فهذا أساء في الإسلام، يعني عمل عملا سيئا إذ أنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر وهو كافر، فهذا الذي يؤاخذ بما فعل في الجاهلية أو بما كان منه في الجاهلية من كفر وبإساءته هذه الثانية التي هي النفاق. أساء بمعنى عمل سيئة وهو مسلم ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بصدق وقد أساء وقصر، فإنه لا يؤاخذ بما فعل في الجاهلية من أمور، لأنه إذا حسن إسلامه وصح وتكلم بلا إله إلا الله تلفظ بالشهادتين صادقا مؤمنا فإنه يكون مسلما إسلاما صحيحا، وإذا كان مسلما إسلاما صحيحا فقد ثبت أن الإسلام يهدم ما قبله، قد جاء في الحديث أن الإسلام يهدم ما قبله. فإذا أساء ليس معناه سيئة السيئة العادية التي تحصل من المسلم، لا، المراد بأساء هنا نافقة، لأنه لو كان أساء بمعنى السيئة يكون مسلم، يعني ما يمكن يؤاخذ بما عمل في من سابق، لأن هذا مسلم مسلم غاية ما يكون أنه عاصي، فالمسلم العاصي ما يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، وإنما المراد بأساء هنا يعني نافقة. هذا هو أحسن ما ينبغي أن يفسر به الحديث وهو المناسب للنصوص، والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل.